الحيوانات العاشبة في البراري بحثاً عن مرعى آمن بعيداً عن الضواري والحيوانات المفترسة، وتفعل ذلك بشكل جماعي حيث تتألف في قطعان لتضمن لنفسها الحماية، وتعتمد على حاستي السمع والبصر لرصد المفترسات القادمة. الصقر حيوان فقري يغطي جسمه ريش، فهو طير من الكواسر النهارية، يمتاز ببصر حاد وسمع مرهف ومنقار معقوف وحاد، تنتهي قوائمه بمخالب قوية حادة ومعقوفة، كما أن سرعة طيرانه تفوق 100 كيلومتر في الساعة. هذه الصفات تمنح الصقر القدرة على التفوق في الجو فلا منازع له. بفضل بصره الحاد يستطيع الصقر أن يرى وهو على ارتفاع شاهق حركة فرائسه من طيور أخرى كالحمام وعصفور الدوري والسمان وغيرها. إن سربا من الحمام يمثل الفريسة المثلى للصقر، وبالغريزة يختار الصقر الحمام الأضعف نسبيا بتخلفه عن السرب. لقد اختار الآن فريسته ثم ينقض عليها بسرعة. وفي اللحظة الحاسمة يقدم قوائمه إلى الأمام ليبرز مخالبه ويلحق بها الضربة القاضية فيقتل الحمامة ويسقطها على الأرض. يمسك الصقر فريسته بمخالبه ويقوم بتمزيق لحمها بمنقاره المعقوف والحاد إلى قطع صغيرة ليبتلعها. فالصقر يصطاد بالترصد والملاحقة. يبحث الفهد الصياد عن فريسته، وبعد تحديد موقعها يتربص بها ويقترب بهدوء منتظرا الفرصة المناسبة لمباغتتها، وتنطلق المطاردة. يستغل في ذلك سرعته الفائقة ومرونة جسمه، وعند اقترابه منها ينقض عليها مستعملا مخالبه فيطيح بها ويقوم بخنقها باعتماد أنيابه الحادة والقوية.